سوف تذهب كل الأموال إلى البحر، سوف تذهب كل البرامج التي تستورد من هنا ومن هناك لتطبيقها في الجامعة وتطبيقها في البلاد المسلمة، سوف يذهب كل هذا إلى البحر. لا بد من إصلاح التعليم، وهذا الإصلاح يعتمد على المراوحة بين الأرض التي يعيش عليها التلميذ وبين عقل هذا التلميذ، وبدون ذلك لا فائدة. نحن نقترح بهذا ومن أجل ذلك بدأت بإصلاح التعليم في المرحلة الإعدادية، وكانت يعني المناهج التي تدرس في البلاد هي مناهج في كتب قديمة، وكان نحن سالما الانفصال بين هذه الكتب وبين عقلية التلميذ في الاستيعاب، أو حتى انفصال بين المدرس الذي يدرس هذه الكتب والنصوص وبين التلاميذ.